إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. ناس كتير كتير قوي من اللي عايشين في القرى والدساكر والنجوع والكفور يمكن ما شافتش في حياتها كتاب، وجايز جدا ما سمعتش عن اختراع اسمه الطباعة، والشوية المثقفة منهم يمكن غاية ما وصل إليهم من كتب هي سيرة أبو زيد الهلالي أو عنتر بن شداد أو كتاب فتح الفتوح في فن تفلية الشعر على السطوح. وده طبعا كلام ما يرضيش حد ولا يوافي عليه أي إنسان. لا يمكن طبعا حد يوافي على كده يا أستاذ. الكتاب والثقافة حق لكل مواطن، ومش بس حق للمواطن، ده واجب على الدولة لازم تعمله. وللأمانة يا أستاذ فؤاد، وزارة الثقافة في السنين الأخيرة اهتمت جدا بالحكاية دي، والمكتبة العامة بقت جزء من أي تطوير بيحصل في القرى، وبقت الوزارة بتبعت قوافل المكتبات متنقلة للمحافظات. ومعرض الكتاب دلوقتي ما بقاش بيتعمل بس في القاهرة زي زمان، لا بيتعمل كمان في اسكندرية وأسيوط والمنصورة وغيرها. متهيألي احنا بس اللي ناقصنا الجهود الفردية للمثقفين وشباب الجامعة والمبادرات الشعبية لتشجيع الناس على القراية والثقافة العامة. اتصور مجرد تصور يا حضرات الأفاضل ان كل انسان عنده كتاب قراءه ومش محتاج له انه يتبرع بيه لهيئه من الهيئات. ايه هي؟ معرفش. بيحصل ده برضو احيانا يا استاذ فؤاد، بس مش بشكل منظم ومش الزامي. يعني مثلا في بعض المثقفين بيتبرعوا بمكتبتهم او بجزء منها لمكتبه القريه او المدينه اللي نشأوا فيها. ومؤخرا الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبه الاسكندريه عمل مبادره شخصيه جميله وتبرع بمكتبته اللي فيها 10,000 كتاب لمكتبة اسكندرية. وأعرف بعض دور النشر الكبيرة بتدي نسخ مجانية من الكتب اللي بتطبعها للمكتبات المدرسية. وتصور ان كل ناشر يطبع كتاب جديد يقدم منه كذا نسخة للهيئة دي اللي عليها انها تشيل الكتب دي في عربية وتبتدي تلف بيها على الكفور والنجوع وتعمل معرض للناس اللي عايشة هناك تقدم لهم فيه الكتب دي هدية. ودي كمان فكرة هايلة يا أستاذ. ومش بس كده، يكون مع الكتب دي شخص أو اتنين أو تلاتة يدوا الناس فكرة عن الكتاب وعن مضمونه، وفكرة تانية عن اللي كتبه أو اللي ألفه. ما هو ده العمل التطوعي اللي بنتمنى أن كل الشباب يعمله يا أستاذ. كل شاب متعلم في حي أو قرية يخصص جزء من وقته لنشاط مفيد لمجتمعه المحلي. كل الدول المتقدمة اتقدمت بالعمل التطوعي وبالمجتمع المدني الواعي اللي بيقوم بأدوار مهمة جدا مع الحكومة في مجالات كتيرة. وفكرة بقى رحلات سيارات الكتب اللي حضرتك بتقولها دي فكرة جميلة جدا ومفيدة فعلا. وأنا متأكد إن بعد رحلة أو اتنين من دول الأهالي هتتعلق بالقراية وهتحبها وهتدور عليها، وجايز أهل كل بلد تختار بعثة من أولادها تبعتهم مصر أو أي مكان قريب علشان يجيبوا لهم أحدث المطبوعات. لا في دي بقى ما تقلقش يا أستاذ فؤاد، دلوقتي الإنترنت والكتب الأونلاين بتوصل للناس وهم قاعدين في مكانهم. أهل القرية مش هيضطروا يبعتوا أولادهم القاهرة يدوروا لهم على الكتب الجديدة، كله بقى على النت يا أستاذ، وممكن يختاروا أي كتاب ويطلبوه أونلاين يجي لهم ديليفري. المصريين المحرومين من القراية في بلادهم البعيدة لازم نساعدهم أنهم يعرفوا تاريخ بلدهم وتاريخ العالم. من حقهم يعرفوا الدنيا ماشية إزاي وإزاي الناس بتفكر، لأن ده حيخليهم يفكروا بشكل تاني، حيخليهم يحاولوا يحسنوا حياتهم، ومش حياتهم وبس، لا ومستقبل أولادهم كمان. هو ده اللي احنا محتاجينه فعلا، ولادنا يعرفوا تاريخ بلدهم زي ما كنت بتقدم انت فوازير عم فؤاد ويا الأجداد. وكمان لازم يعرفوا ازاي الأمم التانية اتطورت بالعلم والتكنولوجيا الحديثة.
وده واجب علينا، لازم نعمله، مش الحكومة وبس، والأهالي كمان. حقيقي دور الأهالي مهم يا أستاذ. الحكومة مش هتعمل كل حاجة لوحدها، ومش كفاية ان الناس كمان تكون بتعرف تقرأ وتكتب، المهم الثقافة، الوعي، تقرأ ايه عشان ايه، وازاي تحسن حياتك وحياة ولادك، مش كده؟ ولا نقول كمان كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، محمد الشبه، تامر حسني.